في نظام التعليم الجامعي من سنين كتيرة كده ابتدينا نوعى على نظام اسمه التعليم المفتوح، بمعنى ان انت يعني خلصت دبلوم او خلصت ثانوية عامة وما حلفكش الحظ بتاع، ممكن تدخل حاجة اسمها التعليم المفتوح وتاخد درجة البكالوريوس وتروح في الاجازات المعاد المحاضرات بتاعتك وتنجح وتاخد الشهادة ويبقى زي الفل مساواة بأي واحد خد شهادة جامعية. ابتدوا يغيروا التعليم المفتوح ده وبقى اسمه التعليم المدمج. الحقيقة مش عارف يعني ايه التعليم المدمج، هل شهادة التعليم المدمج دي هتساوي شهادة التعليم العالي لأي حد خدها، ايه السن المطلوب، ايه الحاجات المطلوبة، ايه الجديد، يعني ايه اللي خلينا نغير من تعليم مفتوح لتعليم مدمج. أسئلة كتيرة ممكن نسألها وتهم ناس كتير، لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي منورنا الأستاذ الدكتور طارق عبد الملاك عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضراتكم وأهلا بالسادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتور. وفي البداية كنا عايزين نسأل حضرتك إيه هو التعليم المدمج بتاع 2022؟ أهلا بك يا فندم. هو الحقيقة التعليم المدمج بيقصد به أن تعليم جزء منه أونلاين، حوالي 75% أونلاين وحوالي 25% أوفلاين أو فيس تو فيس أو وجها لوجه، يعني دي الفكرة. لأن جائحة كورونا الحقيقة اضطرتنا أن احنا نغير طريقة التعليم ده، يعني طبعا في جزء كبير منه أونلاين، 75% على الأقل أونلاين. تمام. انا عايز افرق هنا الحقيقه موضوع مهم قوي بين التعليم المدمج ومدارس الدمج. مدارس الدمج دي تبع وزاره التربيه والتعليم، دي بيبقى فيها ذوي الاحتياجات الخاصة مع زمايلهم العاديين. تمام. فده حاجه وده حاجه ثانيه. الدمج غير المدمج، التعليم هو نظام تعليم مدمج جديد. يعني المدمج هنا مقصود به جزء اونلاين كبير وجزء فيس تو فيس. طب يعني ما هو التعليم المفتوح لو كنا خليناه اونلاين وبقى اسمه التعليم المفتوح وما نلخبطش الناس، ايه المشكله يعني؟ ليه كده؟ لا ما هو عشان كان التعليم المفتوح كان كله بالحضور قبل كده. طب هل مع كلمه مدمج دي اتغير حاجة في الشهادة؟ يعني الشهادة هي اللي كنت باخدها من التعليم المفتوح؟ أيوة ولا مختلفة؟ لا الشهادة نوعين، شهادة مهنية دبلوم وشهادة بكالوريوس مهنية برضو، دي ما اتغيرتش. يعني ايه بكالوريوس مهنية؟ مش فاهمها. مهنية غير الأكاديمية، يعني التعليم العادي اللي احنا تعلمناه معظمنا بكالوريوس العادي ده اسمه بكالوريوس أكاديمي. تمام. لكن التعليم المدمج ده تمام اسمه بكالوريوس، او بعد سنتين دبلوم مهني او بعد 4 سنين بكالوريوس مهني، يعني بيبقى متخصص اكتر في حاجه معينه هي لا تعادل درجه البكالوريوس الاكاديميه العاديه. ما هو ده اللي انا بسال حضرتك. لكن هي معترف طبعا بها من المجلس الاعلى للجامعه. يا دكتور في كليه تجاره وفي حقوق وفي اداب. تمام. فيها كده؟ فيها كلية إدارة الأعمال. يعني إدارة أعمال وإيه تاني؟ إدارة أعمال والطفولة المبكرة في التربية. ماشي. والأداب واللغة العربية. ده هيبقى بكالوريوس أكاديمي. لا بكالوريوس مهني. أيوه. طب ما أيوه كده يبقى كده إذن البكالوريوس المهني. نعم. يعني ممكن طب فيها حقوق ولا ما فيهاش؟ فيها حقوق. طب إزاي؟ طب أنا لما أتخرج من حقوق مهني ايه الفرق ما بينه وبين الاكاديمي بقى؟ هو انا يهمني في الاخر ان الدوله معترفه بيه. تمام. الدوله معترفه بيه معناها بكالوريوس يكافئ بس مش هو. ايوه يا فندم. معنى كده يعني هنا هشتغل محامي انا مش فاهمها صدقني. انا اسف ان انا بقاطع حضرتك. لا بس هنا انا اتخرجت من حقوق هشتغل محامي، لما اتخرج من حقوق مهني اشتغل ايه؟ هتشتغل محامي برضو لكن ظروف التعليم ظروف، لان ظروف التعليم هنا غير ظروف التعليم هنا. ظروف التعليم العاديه احنا اتخرجنا من الثانويه العامه او من الدبلوم والتحقنا بالجامعه، ده التعليم الاكاديمي العادي. تمام. لكن ده بيبقى فات عليه على الاقل سنتين من حصوله على الدبلوم او الثانويه العامه. أيوة. وبيلتحق بعد سنتين يكتشف انه دخل كليه معينه ما مشيش فيها او ما كملش، فبالتالي بيرجع يعمل الدراسات دي تاني. فظروف هنا التعليم مختلفه، فالدوله بتتيح فرصه انه ياخد نفس اللي كان او قريب او نفس درجه البكالوريوس اللي بياخدها زميله في التعليم الاكاديمي. بس اللي متخرج من محاماه مع اختلاف المسمى. اللي متخرج من محاماه يقدر يشتغل في المحاماه. أيوة. واللي متخرج من اداره اعمال يقدر يشتغل في الموضوع. طبعا. طبعا. الشروط بقى، الشروط الخاصه لدخول التعليم المدمج. طبعا هي لازم يكون عدى عليه سنتين على الاقل. وليه سنتين؟
لان اولا سنه سنتين من بعد ايه؟ من بعد الثانويه العامه او الدبلوم. تمام. ليه سنتين؟ لان سنه بتتيح للطالب انه يرجع تاني لنظام التعليم الاكاديمي العادي، يعني انا بعد الثانويه العامه بسنه دخلت كليه، الكليه دي ما عجبتنيش. اقدر احول من كليه بعد سنه لكليه ثانيه بس بشرط اكون محقق شروط الكليه الثانيه اللي انا هدخلها. مظبوط. يعني اكون جايب المجموع، لو كان في اختبار قدرات اعمله، لو كان في اي شروط طالما انا محققها اقدر احول من كليه لكليه بعد سنه. يعدي بعد سنتين بعد الثانويه العامه سنتين يقدر بعد سنتين ما اقدرش احول، فعشان كده بعد بقى في مسار ثاني بعد سنتين اسمه التعليم المدمج. تمام. فالتعليم المدمج ده بيتيح للفرصه اللي فرصه ثانيه للي فاتته التخصص اللي هو عاوزه. صحيح. طيب ايه الشروط الاخرى؟ هل في شروط اخرى؟ الشروط الاخرى ان في امتحان قبول طبعا تابع للكليه، تابع للكليه حسب بقى اختبارات كل كليه، حسب متطلبات كل كليه هم بيعملوا امتحانات قبول، ولو نجح في امتحانات القبول ده بيبقى طبعا ليه الحقيه انه يلتحق مع الاوراق المطلوبه اللي هي شهادات الثانويه العامه او الدبلوم، صوره البطاقه، صوره المدرسه، الاوراق العاديه. وبيتم قبول الطلاب على حسب كمان المجموع الخاص بيهم في الثانويه العامه وما الى ذلك؟ لا مش الثانويه العامه، حسب تنسيق الكلية اللي هو عاوزها دي. يعني مثلا متقدم 2000 واحد، احنا عاوزين يعني مثلا 1000 او 500 بناخد اكتر او بياخدوا اكتر من اكتر مجموع جايب في امتحان القبول. بس انا النهارده يعني في ناس زعلانه بتقول لحضرتك يعني ليه فكره اختلاف المسمى، وانا كده حاسس ان انا واخد بكالوريوس الا ربع وابقى واخد بكالوريوس وبرده تعبت 4 سنين وذاكرت 4 سنين، لكن في نفس الوقت حضرتك ما سويتنيش مع التعليم الاكاديمي. ايوه فندم، هو ده كلام مظبوط صحيح، لكن خليني اقول لحضرتك مثلا في الجامعات التكنولوجيه في بكالوريوس مهني. البكالوريوس المهني ده اقوى من البكالوريوس الاكاديمي. ليه؟ في الجامعات التكنولوجيه مش في الجامعات التعليم المفتوح، لانه مرتبط لانه مرتبط قوي جدا بسوق العمل ومتطلبات بسوق العمل، ويبقى فيه نسبه عمليه اكتر. فبالتالي الفكره بقى مش المسمى، يعني هو احنا بس يعني الدوله فتحت المسار ده عشان يكون في فرصه ثانيه للناس اللي ما التحقتش بالكليات النظريه. لكن خلاص موضوع التعليم المفتوح ده الى الابد خلاص مبقاش موجود. ايوه فندم، دلوقتي بداله التعليم المدمج. تمام. طيب التقديم للتعليم المدمج بيكون فين وأني جامعات بتتبنى هذا؟ يعني جامعة القاهرة فيها مركز كبير للتعليم المدمج، بيكون التقديم في فصل الصيف بيبقى من خلال الموقع، وبأعتقد جامعة عين شمس وكل الجامعات اللي كانت بتشتغل تعليم مفتوح بعد كده هيكون فيها برضو تعليم مدمج، لأنه مجرد تحول رقمي يعني. يعني وبيبقى في منصات خاصة يقدر الطالب يتابع عليها المواد الدراسية، المحاضرات، الامتحانات يقدر يقدمها أونلاين، طبعا 75% منها يعني. وهل بيكون في حضور وكلام ده عن طريق الأونلاين؟ أيوة طبعا طبعا، حضور عن طريق لأن المنصات دي بيسجل عليها كل طالب بالآي دي بتاعه. تمام. كل طالب يبقى باين على للاستاذ بتاعه كل حاجه، الاسايمنت اللي عملها او المهام العمليه اللي عملها، التقرير اللي عملها، وبيقدر يشوف درجته بعد كده بعد ما يعمل لها سبمشن او تقديم على الموقع، وبالتالي الدكتور يقدر يصحح ويعمل فيدباك او يعمل. لكن في 25% اللي هم اوف لاين، اللي هم الحضور الفعلي ده. بالظبط يا فندم. ودول لازم يحضرهم ولا ممكن ال 75%؟ لا لا، هو انا لا لازم يحضرهم علشان ما يبقاش الدنيا كلها يعني عن بعد، طالما في فرصه لذلك في الوقت اللي مسموح به انه يحضر يعني. طيب انا عايز بس اقول لدكتور من خلال حضرتك ابعتوا لنا واسالوا لنا، وحالا تبقى ارقام التليفونات على الشاشه لان انا عارف الموضوع ده يهم ناس كتير. ومعانا مريم من اسيوط. استاذه مريم اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ اسحاق، اخبار حضرتك ايه؟ نشكر ربنا تمام الحمد لله، اتفضلي. دلوقتي انا عايزه استفسر اني مخلصه مع السنة تجاري 2015. تمام. بس انا حاليا دلوقتي ما فيش اي كليه مسموحه لي خالص، يعني من عشان انا ما يعني كانت في ظروف ان انا ما قدرتش ان انا اعمل معادله وكده واخش كليه. تمام. تمام. فحاليا دلوقتي ما فيش اي كليه خالص مستقبلاني يعني. طيب التعليم المدمج ده الدكتور طارق قال عليه يناسبك ان انت ويبقى اونلاين ويبقى وانت موجوده في البيت؟
تمام ماشي، لو اونلاين اوكي ماشي. طيب احنا معاكي، وحالا دكتور طارق هيجاوب على حضرتك. يعني بالنسبه للتخصص بتاع الاستاذه مريم، ده اقرب تخصص لها اداره الاعمال. اداره الاعمال ده من خلال كليه التجاره تقدر تقدم، هي طبعا 2015 خريجه. ينفع تقدم؟ ينفع طبعا تقدم في الصيف ان شاء الله. ينفع يا مريم ينفع تقدم وتشوف الاوراق المطلوبه اللي انا قلت عليها، وبالتالي هتمتحن امتحان قبول وان شاء الله تقبل وتقدر تتابع على الموقع. هل كل الجامعات موجوده فيها يعني في اسيوط ولا ايه؟ لا مش كل الجامعات. طب لو حضرتك تقول لنا يعني بدا الجامعات. القاهره وعين شمس وحلوان اعتقد الجو بدات، لانها لسه جديده يعني لسه سنه 2021 2022 لسه يعني. هل فتره الدراسه هي نفسها فتره الدراسه الاكاديميه العاديه للجامعات ولا ليها فتره دراسه مختلفه؟ ده سؤال كويس قوي. ان الحقيقه فتره دراسه الدبلوم بتتراوح من سنه لسنتين، الدبلوم المهني تمام، حسب المواد اللي بيكملها. او يعني مثلا في طالب عنده قدره ان يكمل المواد خلال سنه اوكي، لكن البكالوريوس 4 سنين. البكالوريوس بيقدر يتم توزيع المواد على 4 سنين اللي هي نفس فترة التعليم الأكاديمي العادي. تمام؟ مفهوم. لكن برضو يعني حابب أسأل حضرتك برضو على فكرة المواعيد، يعني هيبقى برضو نفس الترم مع الترم وده مع ده ونفس بينزل جدول يا فندم. يعني لو دخلت على موقع التعليم المفتوح في جامعة القاهرة بينزل جدول بالمواعيد، جدول بالامتحانات، جدول بالمحاضرات، كل واحد ليه المنصة بتاعته بعد ما بيسجل. طب الامتحانات اونلاين ولا لازم حضوري؟ انا اقول حضرتك 75% منها اونلاين و5%. طيب مريم من اسيوط تقدر تشترك في، انا بس بسأل اسئلة بسيطة لان انا ببقى عايز اوصل للناس كلها. مريم من اسيوط ينفع تبقى موجوده في جامعه عين شمس او القاهره؟ ينفع ينفع ينفع، لان هتسافر مثلا مره في السنه ولا حاجه، مش مشكله في الترم، تستحمل مره في الترم. وده الفرق بقى الكبير بين التعليم المفتوح والتعليم المدرج. طيب يا دكتور معانا حنان من الجيزه. حنان صباح الخير. صباح الخير استاذه كريستينا. صباح النور يا فندم، اتفضلي. صباح الخير عليك يا استاذ حنان. صباح الفل. لو سمحت، انا حضرتك ابني خريج برضه ثانويه عامه 2015 وكان في كليه سياحه وفنادق قسم ارشاد اكتوبر، كان جامعه خاصه. اوكي، فهو لظروف ما اترفض يعني رفض نهائي. هل التعليم المدمج يقبله ولا لا؟ ده سؤال حضرتك. تمام. اللي هو السن دلوقتي 24 سنه. تمام. يعني لما رحنا التعليم المفتوح ده قالوا لنا يجيب موقفه من الجيش. تمام، شكرا. هو ممكن طيب يقدم. هنوجه الاسئله للدكتور مع حضرتك. كويس، وانا خريج نفس السنه بتاع مريم 2015. ممكن يقدم طبعا بشهاده الثانويه العامه اللي خدها، وونس ان يقول له القبول على التخصص اللي هو عاوزه واللي شايفه انه قريب منه. سن معين يا دكتور ما يقدرش سن. يعني لو انا عندي 60 سنه 65 سنه 67 سنه ينفع اقدم؟ لا، هو مش، حضرتك قلت لي ما فيش سن معين. هو اشترط بس سنتين بعد المؤهل، بعد سنتين بعد الثانويه العامه. ايوه، لكن ملوش حد اقصى. ملوش حد اقصى. طيب فكره ان هو اترفض قبل كده من الجامعه اللي كان فيها، هل ده ممكن تاثر على قبوله في الجامعه؟ لا احنا لنا شهاده الثانويه العامه او الدبلوم. طيب والمحافظات المختلفة هل ممكن تقدم في الجامعات الموجودة في القاهرة بشكل ينفع طبيعي؟ ينفع طبعا، طالما الجامعات الإقليمية ما فيهاش الكلام ده تمام، يقدر طبعا يقدر يقدم في القاهرة، لأنها بتبقى كلها 75% أونلاين، فيقدر يعني يشتغل فيها. المصروفات يا دكتور، هل عند حضرتك فكرة عن المصروفات؟ المصروفات في حدود من 2000 ل 3000 جنيه في الترم تقريبا. يعني الترم من 2000 ل 3000. وبيحصل بعد كده على شهاده معترف بيها من الدوله ان هو حاصل على بكالوريوس، او مش بكالوريوس، حاصل على بكالوريوس تعليم مهني. بكالوريوس مهني. ايوه، يعني انا خدت النهارده البكالوريوس بعد الدبلوم، البكالوريوس المهني ده بعد الدبلوم. ايوه فندم. تمام، لما انا هدخل الجيش هيحاسبوني ان انا معايا بكالوريوس. طبعا. ما انا بس انا ببسط الدنيا عشان لما يجي يتجوز يبقى معاه بكالوريوس. ولما يجي يتجوز يبقى معاه بكالوريوس. تمام. طيب معانا استاذ جون من اسكندريه. استاذ جون صباح الخير. صباح الخير يا استاذه كريستين. اهلا وسهلا، سؤال حضرتك. صباح الفل على حضرتك. اسكندريه، كنت عايز بس اعرف يعني انا اقدم ازاي وفين وايه الشروط المطلوبه. انا سني 37 سنه. تمام، اوكي. تمام. 37 سنه برضو مش مشكله. انا من الحقيقه مش عارف جامعه اسكندريه هي اكيد فيها، كان فيها تعليم مفتوح قبل كده، بس ما اعرفش الحقيقه بدات فيها التعليم المدمج ولا لا. حضرتك لو دخلت على موقع جامعه اسكندريه تقدر تدور، ما كانش تقدر تقدم في جامعه القاهره اونلاين، ما فيهاش مشكله. نعيد تاني الجامعات والاماكن اللي فيها التعليم المدمج. يعني جامعه القاهره، جامعه عين شمس. عين شمس اعتقد، حلوان،
جامعة حلوان، لكن الجامعات الإقليمية أعتقد أنها لسه الموضوع ده بادئ 21-22. يعني بداية المتواجدين في المحافظات يدخلوا يشوفوا الجامعات الخاصة بيهم في المحافظة، ولو ما لقيتش ادخل على جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس أو جامعة حلوان، وهتلاقي فيها تقديم أونلاين عن طريق جامعة الويب سايت. القاهرة فيها مركز كبير للتعليم المدمج. تمام. طب لو راحوا للجامعة يقدروا يتواصلوا مع الجامعة ويقدموا بشكل مباشر يعني من غير أونلاين؟ طبعا في هناك المركز الكبير جدا يقدر يستفسر. يعني في تقديم عن طريق الاونلاين وفي تقديم عن طريق الجامعه، في مكتب خاص بيهم هناك. هو بيقدم مبدئيا اونلاين علشان يحجز الامتحان القبول. تمام. وبعد كده بيمتحن امتحان القبول، وبعد كده لما بيقبل بيروح يقدم اوراقه الاصليه في الشباك. طبعا ده بيتيح للمغتربين، لو حد حابب ممكن يعني حد مثلا في دول الخليج او كذا يقدر يدخل تعليم. دول اسمهم يا فندم الوافدين. الوافدين. تمام. الوافدين يقدر طبعا بشروط، يعني قصدي وهو هناك يقدر يقدم بشروط الوافدين، يعني لان عندنا اداره كبيره تبعت التعليم العالي اسمها اداره الوافدين. تمام. يقدر الطالب يقدم من شهاداته اللي خدها من مصر أو من بره مصر بالشروط والمصاريف والرسوم بتاعة الوافدين. وكل كلية لها شروطها الخاصة بيها، يعني سواء كان مجموع معين في الثانوية العامة، سواء كان لغة معينة لازم يتقنها، سواء كان تخصص لو دبلوم تجارة أو حاجة، أو زي زميلنا اللي اتصل يقدر يخش إدارة الأعمال الخاصة اللي هي تبع كلية التجارة يعني. تمام. طيب يعني ممكن يمنع طالب سواء كان عنده يعني معاه مجموع معين اقل من المطلوب من دخول او القبول في كليه تابعه لمثلا التعليم المدمج الخاص بجامعه عين شمس؟ اكيد العمليه مش مفتوحه ان اي حد يقدم يتقبل يعني. طب ناخد مع حضرتك استاذنك استاذه امال من هنا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ حاج، منور الاستاذ، ربنا يخليك. نورك ربنا يخليك، اتفضلي. معلش يا استاذ حاج، انا عندي شوف اختي واخد بكالوريوس حقوق، سوري ليسانس حقوق من تعليم مفتوح، بس النقابه مش راضيه تسجله علشان هو واخده من دبلوم، وهو سنه 54 سنه واخده في 2015. العمل ايه؟ تمام، تحت امر حضرتك. لا ما كانش تعليم مفتوح، تعليم مفتوح قصدها تعليم المفتوح. طب هو التعليم المفتوح يعني النقابه ليها علاقه، هو كان ثانويه ولا كان دبلوم؟ ملهاش علاقه، هي لها علاقه بالبكالوريوس اللي خده. لا اكيد في حاجه مش مظبوطه يعني، حاجه اعتقد وعلى حد علمي وممكن اكون انا غلطان، ان اللي كان بيدخل حقوق لازم يبقى خريج ثانويه عامه في التعليم المفتوح. انا الحقيقه مش ما عنديش فكره، مش طيب عموماً فاكيد في حاجه مش مظبوطه يعني، بس اعتقد ان هو من حقه ان هو يتسجل يعني، ما اعتقدش النقابه قبل كده تمنع تسجيل حد يعني. طيب فكرة الانتقال من التعليم المفتوح للتعليم المدمج هي أعتقد هدفها الرئيسي هو تسهيل فكرة التعليم للناس في بيوتها، يعني 75% أونلاين، ده بيساعد الناس أن هي تدرس كليات أخرى وتعمل شهادات أخرى أو شهادة موازية للشهادة الأكاديمية العادية من بيتها. هو بالظبط كده، ده جه بعد نظام التعليم الهجين اللي اتعمل اثناء جائحه كورونا في التعليم الاكاديمي العادي. طبعا ده ما ينفعش مع الكليات العمليه يعني حتى دلوقتي بيعملوا اجهزه ومعامل تنفع للتعليم اونلاين، يعني الطالب يبقى قاعد في بيته والاستاذ يبقى قاعد في الفصل لوحده ويقوم بالتجارب ويطلع نتائج التجارب، والطالب من بيته يقدر يشوفها ويقدر يطلع النتائج ويقدر يحلل النتائج. ده التعليم العملي الهجين. فجت من بعد الفكرة دي، أو لقوا الموضوع يعني ماشي في الكليات العملية اللي فيها نسبة عملية فعملوه بالنسبة للكليات برضو النظرية. يعني تعليم إزاي تعليم يعني، برضو أنا الفكرة ما تستهونيش يعني، إيه تعليم النهاردة أنا بعمل في معمل أونلاين يعني؟ ما أيوة، هي هو ممكن في الميتافيرس يعني بعد كده زي ما بيقولوا ده الورست كيس سيناريو أو السيناريو الأسوأ اللي صحيح. انت ما عندكش بديل يعني. أيه. انت لازم تعمل كده علشان على الاقل تقدر تشوف النتائج او التجارب شغاله ازاي. اليوم هي فرصه حلوه، احنا بنتمنى الناس كلها تستفيد بالتعليم، وفرصه حلوه لاي حد في اي سن حابب يكمل دراسته، حابب احنا كمصريين نحب يقول لك انا هاخد الشهاده لمجرد ان انا يبقى معايا بكالوريوس، ودي حاجه حلوه انا بشوفها ان هي ميزه، ما نتكسفش ابدا ان احنا بنعمل كده. فبتمنى النجاح يا دكتور، وبشكر حضرتك جدا، نورتنا دكتور.
طارق عبد الملاك عميد كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه بجامعه القاهره الجديده للتكنولوجيا، نورتنا جدا. شكرا يا دكتور مره ثانيه، وشكرا مشاهدينا تابعتونا في هذه الحلقه، هنكون معاكم بكره ان شاء الله الساعه 9 صباحا في برنامج صباح النور.